مشاهدينا مساء الخير، ها نحن نعاود لنلتقي معكم في برنامجكم قبة البرلمان الذي ينقل لكم كل ما يتم تداوله في أروقة المجلس النواب. نركز على قضاياهم، ننقل لكم الجديد في السياسة والتشريع والقوانين. مشاهدينا، أما الآن فسنبقى مع اللجان البرلمانية في مجلس النواب، ماذا قدمت لنا من مواضيع على جدول أعمالها في فقرة مع الحدث، فلنتابع. عقدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية اجتماعها، حيث تطرقت لعدد من المواضيع الهامة، كان أبرزها موضوع قيام هيئة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عن المواطنين ممن عليهم متأخرات في فواتير الكهرباء. وطلبت اللجنة من ممثلي الكتل تقديم مرئياتهم لطرحها أثناء المناقشة العامة التي ستجرى في إحدى الجلسات المقبلة، وذلك للوصول إلى حلول توافقية. في الحقيقة أنا آخر اجتماع اجتمعنا وأنا برأستي تكلمنا عن قضية الأمطار وما هي الاقتراحات لهذه القضية، قضية انقطاع الكهرباء وما هي الاقتراحات، كذلك الدواجن وما هي الاقتراحات اللي لعلاج هذه القضايا كلها. وأعتقد أن توجه الآن لجنة تنسيقية توجه ممتاز، حضر كل الكتل تقريبا ما عدا كتلة واحدة فقط التي لم تحضر، وهذا يتميز عن اللقاءات السابقة، يعني كان الحضور جدا قليل ولا يعبر عن التقاء أنه تنسيقي، لكن آخر لقاءنا هو كان بالفعل تنسيقي كل الكتل وكذلك مستقلين، وهذا أنا أعتقد أن الأمور يعني إلى الأحسن، وكان أتمنى أن يكون هذا السابق ليس الآن، لأن الآن احنا في آخر الدور الرابع في الوسط الثالث. نتمنى أن من الإخوان يأتون بأرائهم بالفعل ويتفقون ليس فقط في التنسيقية، وإنما يكون هذا الاتفاق يعكس صورته في الجلسات العامة لكي يكون هناك وضوح في المرئيات التي تطرح في هذا الجانب. تخصيص 60 مليونا لإعادة بناء 2000 وحدة آيلة للسقوط، هذا كان العنوان الأبرز لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة بتخصيص 60 مليون دينار لإعادة بناء 2000 وحدة سكنية آيلة للسقوط. وأكدت اللجنة أن هذا المقترح يمثل إصلاحا للواجهة الحضارية. أهم ما تم مناقشته هو اقتراح قانون لتخصيص 60 مليون دينار بحريني لإنشاء أو لإعادة بناء 2000 وحدة سكنية آيلة للسقوط. هذه من أبرز الاجتماعات، وهذا القانون الآن أو المقترح بقانون سيتم ترحيله إلى الحكومة لصياغته في مشروع قانون. هذا المشروع مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مشروع حيوي وحضاري يعكس الواجهة الحقيقية للبحرين. أما لجنة التحقيق في الطلبات الإسكانية المتأخرة فقد عقدت اجتماعها بالتعليق على تصريح أحد أعضاء اللجنة في الصحافة المحلية، والذي قال فيه أن الوقت غير كاف للجنة التحقيق، إذ أن هذا الكلام غير دقيق، حيث أن هناك متسعا من الوقت يعادل 9 أشهر وهي كفيلة بإنجاز شيء للمواطنين الذين ظلموا بتضيع مدد الانتظار. طبعا نغشنا في لجنة تحقيق فيما يخص الطلبات الإسكانية المتأخرة في وزارة الإسكان العديد من الأمور، على رأس ما طرحه بعض عضو من اللجنة أن الوقت لا يسمح بأن اللجنة تقوم بدورها وعملها. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن اللجنة عندها حوالي 6 شهور أو 7 شهور، وأعتقد هذه العملية واضحة، صار هناك لبس بين انتهاء الدور وانتهاء الفصل، فناقشنا. وطبعا الآن احنا في وضع في إطار وضع الجدول الأعمال الأساسي فيما يخص هذا الأمر من خلال
الاجتماع مع وزير الاسكان لسماع وجهة نظره في موضوع الطلبات والتغييرات اللي تحصل حق الطلبات واللي تضرر منها الكثير من المواطنين. بعضهم تضرروا طلباتهم من الثمانينات، بعضهم بداية التسعينات، كلها نتيجة يعني قلة استيعاب المواطنين لهذه الإجراءات، وللأسف لبعض العوائق الموجودة في أن المواطن لما يغير طلبه يتضرر كثيرا. وفي شأن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وافقت خلال اجتماعها على مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل. أما لجنة المرافق العامة والبيئة فقد وافقت على التوصيات النهائية بشأن مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية، حيث قرر السادة النواب خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات النهائية بشأن المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب لتمريره وإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. راعت الحقيقة لجنة المرافق العامة والبيئة في هذا المشروع جميع وجهات النظر، سواء من العاملين في القطاع العقاري أو من أصحاب السعادة النواب وكذلك الحكومة، ونعتقد بأن هذا المشروع جدا مهم حيث يشجع المستثمرين المجيء إلى البحرين والاستثمار في البحرين، حيث أن هناك قانون يحميهم ويراعي مصالحهم. وأتمنى من أصحاب السعادة النواب أن يمر الحقيقة هذا القانون ولا يعطل، حتى نستطيع الشهرين الباقيين من دور الانعقاد الرابع الانتهاء. في حين قررت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها تعديل مادة متعلقة بعدد أعضاء مجلس المفوضين، وذلك ضمن قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. هذا القانون في الحقيقة تم استئناس رأي جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، سواء من الحكومة أو من المؤسسة الوطنية نفسها أو من مؤسسات المجتمع المدني، الذين استمعنا إلى وجهات نظرهم وأي ملاحظات لكي يصدر المشروع والقانون بصيغة متكاملة تتماشى مع مبادئ باريس. أيضا تم إرسال مسودة المشروع إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات، وقد تم تعديل بعض النقاط لكي يصبح المشروع متوافق تماما مع المعايير الدولية. أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون المرور، واستعرضت اللجنة التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على القانون، وأقرت السلامة الدستورية لهذه التعديلات، وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة. هناك مشروعين بقانون، مشروع متعلق بحماية وثائق الدولة، وثائق ومعلومات الدولة، ومشروع قانون أيضا المرور فيما انتهى إليه مجلس الشورى من بعض المواد. وطبعا اللجنة حالت هذين المشروعين إلى لجنة مختصة وهي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأيضا ناقشت اللجنة مشروع قانون متعلق بمحكمة التمييز، وهو معاد يوم أمس من الجلسة العامة لمجلس النواب. وأيضا توصلت اللجنة إلى قرارها النهائي، وسوف ترفع هذا المشروع للجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم. وفي شأن لجنة التحقيق البرلمانية في نظام تصريف الأمطار، فقد التقت اللجنة في اجتماعها مع ممثلي وزارة التربية والتعليم للتباحث حول محور عمل اللجنة، حيث أن حجم الأضرار التي لحقت بالمدارس كان محدوداً،
ولم تتعطل الدراسة إلا في مدرسة واحدة منهم فقط. كما التقت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية للتباحث حول محور عمل اللجنة. فنحن في بلد القانون والمؤسسات، لأن هناك عوائل وأسر انهدمت. احنا توجيها على هذا السؤال حقيقة مع الرئيس، انا تقدمت السؤال الى سعادة وزير الإسكان ودعم جميع المشاريع التي لها علاقة بالصحة. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة نعم أو لا. نستضيف النائب جواد بوحسين عضو لجنة الخدمات البرلمانية. بداية أرحب بك سعادة النائب في حلقة جديدة من برنامج قبة البرلمان. أهلا وسهلا. بداية سعادة النائب، طبعا تقدم عدد من النواب بطلب مناقشة عامة لموضوع قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، استنادا للمادة 68 من الدستور وأيضا المادة 170 و 174 من اللائحة الداخلة. راجين كانوا أنهم يتم تحديد جزء من الجلسة الاعتيادية لمناقشة هذا الموضوع. كونك عضو في لجنة الخدمات، كيف تقيم هذه المشكلة خاصة وأنها عادت مرة أخرى لتطفح على السطح؟ في الحقيقة المشكلة قديمة وليست حديثة، وأنا حسب اعتقادي هناك المشكلة لا تختص بجهة دون أخرى، وإنما هناك من ساهم في تراكم هذه المبالغ. المشكلة تقع ما بين المستهلك وما بين هيئة الكهرباء والماء، ومن ساهم في تراكم هذه المبالغ هو بالدرجة الأولى طبعا المستهلك، وأيضا هناك جزء لعله الجزء الأكبر تتحمله هيئة الكهرباء والماء. نعم. إلى أن تفاقمت المشكلة. أنا في اعتقادي لو كانت هناك يعني من بداية الأمر مطالبات من هيئة الكهرباء والماء بتسديد المتأخرات لما تفاقمت المبالغ اليوم على العوائل، خصوصا العوائل بالأخص العوائل اللي ضعفها يعني عندها ضعف مادي بالنسبة إلى الدخل أو دخولها المادية ضعيفة جدا. فلما تفاقمت هذه المبالغ ووصلت إلى حد كبير جدا، تجاوزت أكثر من الألف يعني من 1000 و2000 و3000، بل هناك في بعض الفواتير اللي وردت على مكاتبنا إحنا كنواب. نعم. بعضها 10000، بعضها 8000، بعضها 6000. نعم. بعض الفواتير يعني أنا أتكلم عن هذه، مع أن هذه الفواتير أغلبها إلى أصحاب عوائل دخولها ضعيفة جدا، بل أنها تتلقى المساعدة. نعم. أو الدعم المادي من وزارة التنمية الاجتماعية. نعم. فكيف اليوم هذه العائلة، يعني لا يخفى عليكم يعني ولا يخفى على السادة المشاهدين أن أغلب العوائل في البحرين الرواتب متدنية جدا، الأجر متدنية، فالمواطن اليوم عليه التزامات كثيرة، قروض، التزامات، مصاريف عائلية، فكيف بالمواطن أنه يستطيع أن يقوم بتوفير مستلزمات الأسرة وفي جانب هناك المئات من الفواتير في الواقع خلف المواطن تطالبه بالتسديد، فاتورة الكهرباء، فاتورة التليفون، وفواتير أخرى أيضا قاعد المواطن يلتزم بدفعها بشكل يعني شهري. نعم. سعادة النائب، لو نتكلم عن الإجراء التي تتخذه هيئة شؤون الكهرباء والماء وهو قطع الكهرباء عن المواطنين، وصفتم هذا الإجراء بأنه غير قانوني، هل هو بالفعل غير قانوني ولماذا؟ لا، نحن لا نقول بأن هذا الإجراء غير قانوني. طبعا يحق، هو حسب ما ورد في المادة. نعم.
المادة السادسة لعله هو أي مادة سادسة في من الدستور، يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، وذلك في الحالات الآتية: إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها طبعا بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى. هنا قرأنا هذه المادة، المادة السادسة تقول يحق، هو الحقية هنا بمعنى الجواز وليس الوجوب، يعني يجوز ولا يجب، يعني لابد أن نفهم قضية المادة، هي تقول يجوز للهيئة أن تقوم بقطع الكهرباء ولكن ليس فرض، أو ليس فرض، ليس فرض. نعم. وأنا طبعا يعني أنتقد ما تقوم به هيئة الكهرباء من قطع الكهرباء على عوائل محدودة الدخل. نعم. أنا عندي في الدائرة عوائل كثيرة، هناك في كثير من الدوائر لدينا أيضا قطعت الكهرباء عنها، هناك طبعا منازل في عوائل في مدينة عيسى، في جرداب، في سترة، في العكر، في النويدرات، في المعامير أيضا، في الرفاع، كثير من العوائل تضررت بقطع الكهرباء، يعني انقطع التيار، وعوائل يعني الدخول المادية ضعيفة جدا وتتلقى المساعدات من وزارة التنمية، فيجب أن يقف القطع فورا ويجب أن تكون هناك حلول مناسبة إلى هذه المشكلة، ويجب أن من تسبب في تراكم هذه الأموال يجب أن يكون يوفر سعادة الحلول السليمة لهذه المشكلة. نعم. سعادة النائب، ولا يقع اللوم على المواطن، أو بالطبع على العوائل البحرينية. نعم. سعادة النائب، الشارع البحريني يوم يحملكم أنتم يعني أنتم السادة النواب المسؤولية التامة، وينتظرون متى سوف تعقد الجلسة، الجلسة التي سوف يناقش فيها هذه المشكلة، ولكن المشكلة اليوم أين سوف تذهب هذه القرارات، وإلى حين تنفيذ هذه القرارات ما هو الحل الذي سوف يعتمده المواطن في حل هذه المشكلة؟ هل سيلجأ إلى أخذ قرض أو أن يدخل في جمعية ما، أو ما هو الحل في وجهة نظركم أنتم كالسادة النواب؟ بالعكس، نحن قمنا يعني بصورة عامة، ولا أتحدث من منطلق فرد أو شخص. نعم. يعني أعني بذلك شخصي أو كثير من أصحاب السادة النواب، قاموا وتواصلوا في كانت فزعة في الواقع من أصحاب السعادة النواب، وكلهم ولا أخص أحدا دون آخر، الكل ساهم وتواصل مع هيئة الكهرباء والماء، بل هناك الكثير منا من طلب مواعيد والالتقاء مع سعادة وزير الكهرباء والماء ووزير الهيئة. هل تم طبعا في تجاوب ولله الحمد، الأخوة في الكهرباء، وأنا طبعا أشكرهم جزيل الشكر، متعاونين معنا وهم حريصين على مصلحة طبعا المواطن البحريني. نعم. وتواصلنا معهم خصوصا في بالنسبة إلى الفواتير اللي تحمل مبالغ جدا كبيرة، وإلى عوائل يعني محدودة الدخل، وتعاونوا معنا في الواقع يعني، وهناك نظام التقسيط. وجه التعاون طبعا كان في نظام في الهيئة، وهو نظام التقسيط، أن يقسط المبلغ على دفعات. نعم. مثلا كم باستطاعته أن يدفع شهريا، مثلا نفترض إذا كان 1000 دينار يعني قسطها على 50، أي حسبة معينة على 50 مثلا، يدفع كل شهر 50 أو يدفع 100 مثلا كل شهر. فهذا نوع أيضا من التعاون، وأنا واقعا أشكر الأخوة جميعهم في هيئة الكهرباء والماء، هم متعاونين معنا يعني في الواقع. لكن لو نعود إلى موضوع الجلسة، انعقاد الجلسة أو تخصيص جزء من الجلسة الاعتيادية لمناقشة هذه المشكلة، هل بوجهة نظرك سعادة النائب أن هذه الجلسة سوف تحل أو ستكون قناة من القنوات لحل هذه المشكلة؟ هذا السؤال الذي سوف يردده الشارع البحريني. هو أنا أتصور يعني في تصوري جلسة مجلس النواب لا يمكن أن تحل مشكلة قديمة كهذه المشكلة. نعم. يعني في خلال جلسة، لأن سيطول الكلام وسيطول الحديث،
هناك عدة يعني عوامل مشتركة أو عدة جهات يعني يجب أن يكون الحل أن يأتي من الحكومة نفسها. نعم. يعني هي الحكومة الآن مفروض أنه تبذي مرونة أكثر، ويجب على الحكومة أن تقف في صف المواطن. صحيح أن هي ديون، أنا لا أنكر هذا الأمر، أن هذا دين ويجب أن يدفع، ولكن يجب أن تكون هناك لياقة ومرونة أكثر من جانب الحكومة في صف المواطن. يعني المواطن اليوم يعاني عليه التزامات كثيرة، العوائل اليوم حتى المواد الأساسية لا تستطيع أن تقوم بتنفيذها أو تسهيلها لأفراد أسرتها. يعني. ولكن الحكومة الموقرة قد أصدرت على ما أعتقد يعني قرار أو أمر لهيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع المواطنين وإيجاد حل مناسب لا يرهق المواطن، ولكن بعض المواطنين لم يتعاونوا مع الحكومة ولم يسددوا الفواتير يعني التي الموجودة، فما هو الحل؟ إذا قامت الحكومة بمساعدة المواطن والمواطن لم يقم بتسديد هذه الفواتير، فأين الحل هنا؟ هو طبعا احنا لا نريد ان نكون احنا ك يعني حالة وسط ما بين الهيئة وما بين المواطن. نحن طبعا ندعو كل مواطن، كل مستهلك للكهرباء والماء عليه فاتورة، يجب عليه التعاون، يجب أن يتعاون لحل هذه المشكلة. يعني التعاون لا يأتي من جهة دون أخرى، يجب أن يكون هناك تعاون من جميع الجهات المعنية في هذا الأمر. يعني المستهلك يتحمل أيضا قسم جزء من هذه المشكلة، ويجب عليه المبادرة بحل هذا المشكلة، وأيضا هيئة الكهرباء تتحمل الجزء الأكبر أيضا، وهي لأن هي من سمحت بأن يتراكم هذا المبلغ. لماذا لم تطالب بالمستهلك عندما وصل المبلغ نفترض، وهي تعلم بأن هذه العائلة محدودة الدخل مثلا؟ نحن نتكلم عن يعني أنا أستغرب، واقعا أستغرب كيف يقطع التيار الكهربائي على عائلة بحرينية يعني دخلها المادي محدود، وهناك في قبال فواتير تصل إلى المليون ومليونين وستين ألف وسبعين ألف دينار. هذا ما تطرق له سعادة النائب، ولكن البعض اقترح بأن تكون عملية تسهيل دفع الفواتير عبر 7 سنوات لمراعاة ظروف المواطن. هل تعتقد بأن هذا حل للمشكلة؟ طبعا ربما يكون حل آني على ما أعتقد. هو حل آني لا شك، مشكلتنا في الواقع هي الحلول الآنية. نحن لا نريد حلول آنية، لأن لو وضعنا هذه الحلول الآنية هذه تصبح إلى فترة معينة مثلا، تصلح إلى فترة حلول ترقيعية ومن ثم سيرجع الأمر كما كان، بل ويشتد أيضا. نحن نريد حلول جذرية إلى هذه المشكلة، ونريد من الجهات المعنية أن تقف مع المواطن حتى تقدم له العون والمساعدة، ولا يشترط أن تكون المساعدة مادية مثلا، حتى مساعدة معنوية مثلا، لازم يكون هناك دعم للمواطن بكافة الوسائل، يعني لأن المواطن اليوم يحتاج إلى هذا الدعم، هو بحاجة يعني أكثر مما تكون هيئة الكهرباء والماء بحاجة إلى الدعم، المواطن كذلك بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى مؤازرة في هذا الأمر. فأنا أعتقد الحلول الآنية يعني هي حلول مجرد وقتية، يعني ما بتحل المشكلة جذريا، وإنما نحتاج إلى حلول جذرية، ويجب على الجميع أن يتعاون في هذا الأمر. نعم سعادة النائب، هناك أصابع الاتهام توجه إلى الهيئة بأن الهيئة لا تقوم بقطع أو المطالبة بالفواتير من قبل الفنادق أو الشركات الكبيرة أو حتى المصانع، هل تعتبر أن هذه الاتهامات صحيحة؟ خاصة وأن المبالغ المتراكمة على هذه يعني على هذه الشركات أو المصانع كبيرة جدا، يعني مقارنة بالفواتير التي مستحقة على المواطن. ولهذا الأمر أنا في الواقع أتعجب، ولما لا أتعجب من هذا الأمر؟ يعني الهيئة الآن تطالب العوائل البحرينية وهي تعلم أن هذه عوائل محدودة الدخل،
فليش ما تروح إلى الشركات هذه اللي عليها ملايين وعليها يعني بعضها ملايين الدنانير في الفواتير ولا تلتزم بالدفع؟ يعني يفترض من باب أولى أن تقوم الهيئة بمطالبة هؤلاء. بالطبع. مو تروح إلى المواطنين العوائل البحرينية تروح تقطع عنهم التيار. يعني صوري أنا يا أختي وأصحاب السعادة النواب، إحنا نروح نشوف منازل الأهالي ونطلع عليها، يعني طبعا التيار مقطوع عن المنزل، أطفال خارج الطريق خارج البيت، يعني كل شيء يحتاجون إلى يكون تلفزيون، إلى أمور ترفيهية، كمبيوتر، مع الأمور يعني طبعا. فكيف يعني أنا ما أتصور نحتاج إلى إعادة نظر بالنسبة إلى هذا الأمر. وأنا أطالب من خلال هذا المنبر أن يتوقف القطع، قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، وسيما عن العوائل محدودة الدخل بالدرجة الأولى يعني طبعا. وعلى الهيئة أن تقوم إذا كانت تريد أن تستحصل الديون، فإذا عليها أولا أن تذهب إلى الفواتير التي يعني مبالغها طائلة جدا وتستحصلها، أولا تستحصل هذه الديون الكبيرة وبعدين تطالب المواطنين. هل وزارة التنمية الاجتماعية يعني ربما تكون جزء من الحل، خاصة لهؤلاء العوائل يعني محدودة الدخل؟ طبعا لا شك يعني وزارة التنمية جهودها يعني وبصماتها واضحة وموجودة طبعا في مثل هذه الأمور. وأنا فواقعا يعني أشكر الوزارة وأشكر العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية، وإحنا تواصلنا معهم في الواقع في مثل هذه القضايا، وهم يعني اللي الله قدرهم عليه سووه يعني وقاموا به يعني من أمور حل بعض الأمور اللي تتعلق بالفواتير اللي متعلقة بالعوائل محدودة الدخل. نعم سعادة النائب، في الختام هناك جلسة من المتوقع أن تعقد، لا ندري يعني ما هو الموعد المحدد لها. هناك مشكلة يعاني منها المواطن، بعض المواطنين طبعا، بخصوص قطع التيار الكهربائي، وهناك جهة مسؤولة عن هذا القطع. ما بعد الحل الجذري لهذه المشكلة، خاصة وأنها تذهب وتعود مرة أخرى لتخرج بصورة أكبر مشكلة أكبر يعني. هو في جلسة طبعا، في طلب مقدم مستعجل بصفة مستعجلة يعني طبعا، وقدم إلى يعني طبعا رئاسة المجلس، وطلبت الحكومة أن تؤجل المناقشة إلى أسبوعين، يعني ما بتكون في هذا الأسبوع إنما الأسبوع القادم. فهناك طبعا الطلب قدم بصفة مستعجلة لأن المشكلة لا تتحمل الصبر وتداعياتها قاعدة تستمر. يعني هناك عوائل ما زالت إلى هذه اللحظة التيار مقطوع عنها يعني طبعا. في بعض من باذر يعني طبعا بطريقة أو بأخرى بالسلف مثلا، تسلف أو تدين وراح دفع مثلا لهذا، وما في بعضهم الآن احنا حاولنا بقدر الإمكان نحن نساعدهم، يعني نجمع لهم بعض الأموال وندفع الفاتورة جزء منها ونسوي اتفاقية، نخلي يسوي اتفاقية مع هيئة الكهرباء والماء بالأقساط. يعني هل هناك هذا الحل الآن اللي احنا قاعدين نسويه مع الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء؟ طبعا في اتصال، حل جذري لهذه المشكلة، في اتصال في الواقع. يعني أنا أؤكد بأن الاتصال بشكل يومي أحيانا يكون يعني بشكل يومي نتصل في الأخوة في هيئة الكهرباء والماء، وإحنا أنا طبعا أشكرهم يعني هم متعاونين معنا في الواقع، بس هم أيضا بعد أمام واقع محرج في الواقع. نعم. يعني إحنا نقدر الظرف اللي هم فيه، وبعد نطالب إن إحنا وبعد إن إحنا نطالبهم بأكثر يعني مرونة ولياقة، خصوصا مع العوائل محدودة الدخل، وإنه يكون المواطن ترى بالدرجة الأولى المفروض إنه يراعى في هذا الأمر يعني. نعم طبعا. في نهاية اللقاء أشكرك سعادة النائب جواد أبو حسين، عضو لجنة الخدمات
البرلمانية. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعاود مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ماذا طرحت الصحافة المحلية في أسبوع؟ فلنتابع هذا التقرير. أما الآن فمعنا على الهاتف السيد إبراهيم النهام كاتب في جريدة البلاد. بداية سيد إبراهيم، مطالعات الصحف لهذا الأسبوع شملت العديد من المواضيع البرلمانية الهامة، من بينها طبعا خبر أن مجلس النواب يوافق على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة قطع الكهرباء. هل ترى بأن الجلسة ستؤتي ثمارها؟ شاهد الأمر يعني أن الشارع البحريني يعاني من حالة إحباط متراكمة. حالة الإحباط هذه يعني نحن نتمنى أن لا تتزايد عما عليه الآن. هذا من جانب. من جانب آخر، توجه سعادة النواب إلى عقد جلسة خاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء خطوة جاءت متأخرة إلى حد ما. يعني الصحافة المحلية ووسائل الإعلام المحلية تثير باستمرار هذا الأمر على أكثر من صعيد وفي أكثر من جانب، ولم نرى مبادرة فعلية من أي كتلة سياسية أو نيابية أو جمعية سياسية فيما يتعلق في سياق ذلك. فيما يتعلق في عقد جلسة خاصة إلى يعني لحسم هذا الموضوع أو لإثارته بشكل نيابي، أنا أجد أن الجلسة نعم سوف يعني تثار. هذه الجلسة هي جزء من الجلسة، ليست جلسة بشكل كامل. هي جلسة خاصة مكملة للجلسة السابقة. نعم. أنا يعني لست متفائلا كثيرا منها في حقيقة الأمر، لست متفائلا كثيرا منها، خصوصا مع توجه هيئة الكهرباء لاتخاذ قرارات سردية دون الرجوع للمجلس النيابي، منها رفع سقف التأمين المتعلق في الشقق السكنية اللي تكون نظام الإيجار، يعني وإلغاءها نظام الكفيل. يعني السابق كان نظام التأمين 100 دينار بحريني أو أن يعني يكون هناك كفيل كبديل لذلك المبلغ. الآن ألغي نظام الكفيل وأبقي على نظام التأمين 100 دينار للعداد ذو مفتاح واحد و300 دينار بحريني للعداد ثلاثة مفاتيح. نعم. وهذه وسيلة الآن تتوجه إليها هيئة الكهرباء لضمان استحصالها يعني مبالغ مبدئية تؤمن لها يعني الحماية من عدم دفع المواطن أو المقيم لفاتورة الكهرباء. ولكن نحن نرى أن الهيئة تأخذ قرارات فردية دون نظر للناس، وكما أن الهيئة تتخطى مجلس النواب وتتخطى النواب ولا ترجع إليهم، وهذا أمر غير مقبول حقيقة. الناس محبطين، وموضوع الكهرباء هذا يعني يثار في وسائل الإعلام ويثار في تصريحات هيئة الكهرباء بشكل استفزازي. هناك استفزاز واضح للناس واستفزاز واضح للمجلس النواب. سيد إبراهيم، أنت ذكرت بأن مجلس النواب قد تأخر كثيرا في عقد مثل هذه الجلسة ولا التطرق لهذا الموضوع، فكيف تريد من هيئة الكهرباء والماء أن تعود لمراجعة السادة النواب؟ ألم تلاحظ بأن هناك تناقض في الكلام؟ لا، أنا أرى أن الجميع غير متعاون في هذا السياق، والجميع يعني لا أرى جدية حقيقية لحل حالة هذا الأمر. ولكن يعني موضوع الكهرباء موضوع نحن نثيره في الصحافة من فترة طويلة. نعم. هذا من جانب. يعني الانقطاعات لا زالت مستمرة، وقرارات الهيئة لا زالت منفردة. المجلس النواب لم نرى
استجواب للوزير المعني، لم نرى خطوات فعليه في المجلس. الان الحين باقي اقل من شهر ونص والمجلس خلاص يعني ينفض دور الانعقاد يعني. نعم. حتى الحين لو سووا شيء يعني جاي القضيه جايه في الوقت الضائع. نعم. لماذا ننتظر يعني لماذا ننتظر المصيبه حتى نسعى لحلها؟ اضيف لذلك ان الصيف على ابواب، رمضان سيكون في الصيف. نعم سيد. نعم. هناك يعني لكن مجلس الوزراء أكد أن مرارا طبعا وتكرارا على عدم قطع الكهرباء عن المواطنين، فيما ترى أين هو يعني الخلل من وجهة نظرك من خلال متابعتك لتلك التصريحات، خاصة وأن هيئة الكهرباء كما ذكرت بأنها تأخذ قرارات منفردة دون الرجوع لأي لمجلس الوزراء أو حتى الرجوع لمجلس النواب؟ أختي الكريمة يعني خلنا احنا نكون يعني واقعيين ونكون صادقين مع أنفسنا قبل ما أن نكون مع يعني مع الآخرين. هو قرار إعفاء الذي تم قبل عدة سنوات للمستحقين للفواتير المتراكمة على بعض المواطنين، هذا القرار سوى ردة فعل سلبية على الدولة. يعني تخيلي ناس كانوا يلتزموا بالسداد وجاء قرار يعني جاء قرار من الحكومة بإلغاء الرسوم المتراكمة على الجميع، فهذا الشيء دفع الذين كانوا ينتظمون بالدفع إلى عدم الدفع. هذا من جانب في هذا الموضوع الأساسي. هنكون معك صريح، أنا من جلوسي مع الناس وإلتقائي بين المواطنين يركزون على هذا، يعني يقولون إبراهيم إحنا ندفع سنين وبنين ويجوا غيرنا يتخطوا القانون وما يدفعوا لعدة سنوات، النهاية يجي قرار بكل بساطة يلغي الرسوم عليهم. ليش يعني؟ الشيء الآخر، هناك تمييز واضح في موضوع سداد الفواتير، بمعنى أنه يتخطون الفواتير المتراكمة بالملايين على الفنادق والشركات الكبرى. هذا ما ذكره سعادة النائب. ويحاسبون المواطن الصغير على 100 دينار تأمين أو 300 دينار تأمين. نعم. يعني أنا أعطيك ضمان أن في كثير من العوائل أو الناس متزوجين حديثا أو الناس الذين ينقلون شققهم لشقق سكنية أصغر وكذا، يعني قد يعجزون في فترة معينة من الشهر يدفع 300 دينار إذا كان العداد الكهرباء ذو ثلاث مفاتيح. نعم. فنحن قبل أن نطبق القانون على المواطن يجب أن نطبق القانون على من يمتلكون الأموال. ولكن عذرا أستاذ إبراهيم، يعني ألا يعني نضع بعض من المسؤولية على المواطن، خاصة وأن هناك بعض الفواتير تجاوزت أنا لا أدافع. أنا لا أدافع عن نحن لا ندافع عن أحد، ولكن نريد أن نجد حل في منطقة. نعم. وسطية. لا نضع اللوم على الحكومة أو نضع اللوم على المواطن، ولكن نريد أن نجد حل. ما هو في وجهة نظرك، خاصة وأنك مراقب لهذه المشكلة، ما هو الحل؟ يعني أنا أرى أن نحن أولا نحن لا ندافع على يعني أنا لا أدافع عن أي شخص يتخطى القانون أيا كان. نعم. لكنني أقول أن يجب أن القانون لا يكون انتقائي، القانون يجب أن يشمل الجميع، والقانون والقانون يجب أن يشمل المقتدرين قبل أن يشمل المعوزين. هذه نقطة أساسية. نعم. يعني هيئة الكهرباء إذا بتطبق القانون هذا على المواطنين فلتطبقه على البنوك وتطبقه على الشركات وتطبقه على الفنادق وتطبقه على الشركات الضخمة التي لا تدفع فواتير تقدر بالملايين قبل أن تحاسب المواطن على 1000 دينار ولا على 700 دينار. نعم. هذا من جانب. من جانب آخر، في قرارات يا أختي العزيزة لا ترتجل، يعني في قرارات تمس المواطن بشكل مباشر مثل موضوع الكهرباء. نعم. هذه القرارات التأني بها أنا أرى به حكمة كبيرة، والرجوع إلى الحكماء والفئة المستنيرة في البلد والفئة المتنورة فيها في ليس النواب فقط، ليس النواب فقط، يعني حتى أصحاب المجالس، يعني أنا أقصد أنه في بعض القرارات هي مشكلة يجب مجتمعية. يجب أن تكون هناك مناقشة مجتمعية، يعني إنصات الصوت والصوت الآخر وما إلى ذلك. نعم. أن لا ترتجل الأمور بهذا الشكل. أحيانا يتم الإعلان عن بعض القرارات ويتم التراجع عنها، ولكن التراجع عنها يكون بالوقت الضائع، فأرد الإحباط قد يكون استشرى بين الناس. نعم. والامتعاض والغضب والانتقاء، فلماذا نضع نفسنا في هذا الموقف؟ نعم. أستاذ إبراهيم من كاتب في جريدة البلاد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونعاود لتكملة ما تبقى من حلقتنا. أهلا
اهلا بكم مشاهدينا في فقره نواب اونلاين. دعونا في البدايه نشاهد ارائكم حول سؤال الحلقه الماضيه والذي كان: هل تؤيد سرعه تطبيق قانون لتنظيم واستخراج سحب الرمال؟ أما سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع في فقرة نواب أونلاين، هل أنتم مع طلب النواب بتخصيص جلسة لمناقشة مشكلة قطع التيار الكهربائي عن المواطنين؟ الإجابة بالطبع تكون نعم أو لا. عبر عن وجهة نظرك واكتب تعليقك، حيث يمكنكم المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجلس النواب على الفيسبوك، تويتر، الانستغرام، PH بارلمنت. مشاهدينا، ترقبونا في حلقتنا القادمة، كل هذا تحت قبة البرلمان. إلى اللقاء.